هذا الحياة المقرنة اللي هي لها كذا اسم بيسموها فيه في مصر، يسموها الحياة المقرنة، يسموها مجند، يسموها الطريشة، معها حاصرة أكثر من الكبرى. الحياة المقرنة اللي يقولوا عليها مجند أصبعين اثنين وليس إلا. الحياة بتختلف في مسكتها عن الكبرى، دي بسم كتير بس مش قد الكبرى، بس أخطر من الكبرى. كل سنة وانتم طيبين ونورتونا والعالم العربي بخير وصحة وسعادة، ومصر خاصة فوق العالم كله، فوق العالم كله، ربنا يحميها يا رب. معانا النهاردة الحية المقرنة اللي هي لها كذا اسم بيسموها بيه في مصر، يسموها الحية المقرنة، يسموها مجند، يسموها الطريشة، يسموها الحية اللي بتنط، يسموها العامية. هي اسمها العلمي سيراستس سيراستس، ده الاسم العلمي اللي هي الحياة المقرنة ذات القرنين، تسكن الصحراء ما تسكنش الزراعة، دايما تمشي بجنبها، لما نيجي نقص جرتها ووشنا كده نلوها لفت بينا تاني مكاننا. من ذات الحياة السامة الخطر جدا اللي هي يعتبر المعاملة معها حذرة أكتر من الكبرى، لأن لما بنمسكها بنمسكها بصباعين فقط مش بالإيد زي الكبرى كده. الكبرى بتملك بيها مسكتها سهلة عشان بنمسكها بإيدينا كلنا في قوة مسكتها. الحياة معاملة الحياة لازم بصباعين اتنين ويكون في كده، والناب بتاعها دايما يطلع من الاطراف، واحنا نيجي نمسكها الخوف منها ان الناب بيطلع من الاطراف. هنحاول نوريكم الحقيقه النهارده ونشرح لكم عنها، وهي دايما تعيش في الصحراء في الرمال في الاماكن اللي فيها الرمل، وبعض الاوقات الوديان الزلطيه، بتعيش في مستوى جمهوريه مصر العربيه باكملها. تعالوا شوفوها معانا وهنحاول نحلبها لكم النهارده، وهي بتنزل السم برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. هي بتنفخ اساسا. طبعا احنا بنمسكها كده بنمسك عشان هتجري، ومجرد ما تشوفنا هتجري. الحياة بتخاف. دي الحياة المقرنة اللي يقولوا عليها مجنون، ناس تقول عليها العامية، ناس تقول عليها الطريشة، انما هي اسمها الحياة المقرنة سيراستس سيراستس. قوي السم بتاعها، قوي جدا جدا جدا، نسبة الخطورة فيه أصعب من الكبرى. شوف بتتمسك ازاي الحياة كلها، نتك على دماغها كده بالراحة، مش بطريقة عبيطة. صور يا أستاذ محمد عشان نوري الناس. إصبعين اتنين وليس إلا. الحياة بتختلف في مسكتها عن الكبرى، الخطورة ان بتتمسك بصباعين اتنين تحت الشفة. نحاول نوريكم برضو السم وبينزل منها. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم وهي بتوضي بحرص. في سم باين؟ سم باين. ابص يا جماعة هدفتهم في ثانية. السم بتاعها بيختلف عن الكبرى، عامل زي الكريستالة. السم بتاعها زي طريقة الكريستالة. بتجيب سم كتير بس مش قد الكبرى، بس أخطر من الكبرى في تعاملها، أخطر لأن بتتمسك بصباعين اتنين. التحكم فيها مش زي الكبرى لما بنمسكها. بتاكل في الصحراء ثدييات، تاكل جرابيع، تاكل فران، تاكل في بعض الأوقات ليزر، ممكن تاكل سكينكس. سكينكس اللي هو ساند فيش اللي هو السحالي. بتجيب سم بسيط، ممكن ال 30 حية مقارنة يجيبوا جرام سم في الحلبة الأولى، وبعد كده لما يتجففوا ممكن يجيبوا نص جرام بعد التجفيف. جايبة سم بطريقة غريبة، مني ما بحلبهمش دايما، فجايبة سم بطريقة غريبة جدا، سم كتير يعني، دي حية واحدة جايبة سم قد إيه؟ نحاول نوريها لكم برضه جوه يا ماشية، وننجي الأول كده عشان فيها نسبة خطورة فلازم نحرص منها كده. طبعا الحقيقه لما بتتحلب بتتفرهد، بيحصل لها نوع من الفرهده. الفرهده بتاعتها دي يعني فضت قرة السم اللي فيها. نوريك واحده غيرها هنا، دي غير اللي كنا بنحلبها، حجم غير حجم. دي
الجيبة لونها صفراء وذكها لونها حمراء أو ذكها لونها سوداء على حسب الأرض اللي عايشة فيها. الحياة من الأنواع اللي جسمها بيكبب اللون المكان اللي عايشة في أرض أساس متخشب بيكبب عايشة نفس اللون اللي عايشة فيه. هي حياة مقارنة، بس دي حمراء ودي كمسمرة شوية. هنا بتعيش على أماكن الأماكن اللي هي عايشاها. الصحراء على حسب الرملية بتاعتها صفراء يبقى صفراء، سوداء يبقى سوداء. نسبة الخطورة بتاعتها عالية جدا. لو عضت الجمل بتقابلنا في أسوان، لو عضت الجمل بعد ربع ساعة منه الجمل ده ميت ومنفوخ زي اللي مات بقاله أسبوع. هاي المقارنة من الأنواع المصرية الخطيرة جدا اللي نحاصر منها في الصحراء لما تقابلنا، اللي هي المقارنين بيسموها الطريشة، بعض الناس يسموها مغمير، يسموها العمية، يسموها الحياة المقارنة. احنا بنقول عنها المقارنة، ده الاسم العلمي اللي اسمها سيراستس سيراستس، اللاتينيين سيراستس سيراستس. في منها سيراستس سيراستس هورند، في سيراستس سيراستس نيو هورند. نيو هورند اللي مالهاش قرنين، هورند يعني لها قرون على راسها. ونتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ودايما جديد في جديد، وشرفونا وزورونا على قناة افريكانو طولبة ولا حديقة حيوان افريكانو طولبة. ونتمنى ان مصر والعالم العربي في صحة وسعادة، وكل سنة وانتم طيبين.